مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تثقيف صيدلاني. تثقيف صيدلاني. تثقيف صيدلاني. تثقيف صيدلاني. تثقيف صيدلاني. تثقيف صيدلاني. انا زينه لعتوم، اليوم رح نحكي عن طريقه حفظ الادويه بالبيت. لا يخلو كل بيت من صيدلية صغيرة، بتكون عبارة عن درج مغلق أو رف مغلق، لازم يكون بعيد عن أشعة الشمس وعن متناول أيدي الأطفال. اليوم حابة أحكي لكم كم نصيحة لحتى تقدروا تحافظوا على هاي الأدوية من سوء التخزين، لأنه سوء التخزين ممكن يقلل من فعالية الدواء بالرغم أنه المريض ممكن يأخذها بالطريقة الصح وبالجرعة الصح، بس ممكن ما يستفيد عليها بسبب سوء التخزين. أول وأهم طريقة هي أنك تسأل الصيدلاني، غير هيك بتقدر تقرأ الليفلت الموجودة مع كل دواء عشان تقدر تعرف إذا كان تحتاج ثلاجة أو أماكن باردة وجافة. بالنسبة لحفظ الأدوية بالثلاجة، هي اللي بتحتاج من درجة حرارة 2 ل 8 سيليسيوس، من ضمنها الإنسولين ومن ضمنها قطرات العيون. بس ننتبه لشغلة، أنه الثلاجة أصنع بالجزء السفلي من الثلاجة مش الفريزر. في حال صار في انقطاع بالتيار الكهربائي خصوصا بالصيف ودرجات الحرارة العالية جدا، لازم تنتبه للشكل واللون والريحة تاعت الدواء، ويفضل عدم استخدامه بهاي الحالة. بالنسبة للأدوية اللي بتكون على شكل حبوب وكبسولات، لازم نبتعد عن الثلاجة ونكتفي بأماكن باردة وجافة. بالنسبة للأماكن، لازم نبتعد عن المطبخ لأنه بسبب درجات الحرارة المتغيرة والرطوبة بيعمل على فسادها. إشي كتير مهم كمان، السيارة مش لازم نخزن الأدوية فيها لفترات طويلة خصوصا بالصيف. بالنسبة للأدوية اللي بتكون على شكل بخاخات زي أدوية الربو والأزمة، لازم ننتبه نتكون بعيدة عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة لأنه فيها غازات لا سمح الله بيصير فيه انفجار. إشي كتير مهم لازم نأكد عليه، إنه ما يكون في تبديل بين العبوات الأدوية، لأنه كل عبوة دواء بيكون لها معنى خاص، زي مثلا أدوية الشراب اللي بيكون لونها بني داكن، أو الكبسولات اللي بتكون على شكل قصدير من الجهتين، لازم ننتبه إنه تكون بعيدة عن الضوء لأنهم بتأثروا بالضوء. بالنسبة للمضادات الحيوية على شكل سسبنشن، لازم ما تحلها مباشرة إذا أنت راح تستخدمها لبعدين، لأنها صالحة لمدة أسبوعين فقط من تاريخ الحل. بالنسبة لقطرات الأنف والأذن، لازم تكون صالحة بس لمدة شهر من تاريخ الفتح. قطرات العيون راح تكون من أسبوع لأسبوعين، لكن تنحفظ بالثلاجة. وكنصيحة أخيرة، حابة أنصحكم إنه تنظفوا الدرج بشكل دوري مستمر عشان تتخلصوا من الأدوية اللي خلص مدتها وبطلتوا تستخدموها. وهاي كل المعلومات اللي حبيت أقدم لكم إياها، وإذا عندكم أي استفسار زوروا أقرب صيدلية واسألوا الصيدلاني، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.